يفيد أن تعليمات السيد اللواء المدير العام للجمارك وبإشراف مباشر من السيد المدير الجهوي للجمارك ورئيس مفتشي أقسام الجمارك تبسة. مصالحنا بالمركز الحدودي مجندة لضمان تقديم التسهيلات الجمركية اللازمة دون الإخلال بالمهام الرقابية الجمركية، حيث يشهد المركز الحدودي بوشبكة هذه الأيام بالتزامن مع عطلة نهاية السنة الميلادية 2023 حركية متزايدة في الاتجاهين، حيث سجلنا خلال هذا الأسبوع معالجة حوالي 20,000 مسافر و 5,000 مركبة في الاتجاهين. كما تجدر الإشارة إلى أن توافد المواطنين الأجانب يسجل تزايد مستمر خلال هذه السنة بالمقارنة مع السنوات السابقة، حيث سجلنا مرور حوالي 710,000 مسافر في الاتجاهين ومعالجة حوالي 300,000 مركبة خلال سنة 2023. ومن بين أهم التسهيلات الجمركية المقدمة على المستوى المركز الحدودي بوشبكة هو تخصيص رواق أخضر لمعالجة المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات. السلام عليكم، جينا من ولاية خنشلة للحدود التونسية بوشبكة متوجهين إلى تونس. الإجراءات كانت عجد عادية، ظروف فاتت حسنة. نشكر كل من الدرك الجمارك والشرطة على المساعدات والتسهيلات المقدمة. جيت اليوم من تونس رايحة للجزائر، نلقى المعاناة باهية على الآخر، يرحموا الديهم ناس باهيين، الديوانة والشرطة والكل يرحموا الديهم معاملة باهية، والحمد لله إن شاء الله خير الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا من رئيس المستير من جمال، جيت الجزائر المرة معاملة طيبة مع الديوانية مع الشرطة، يخدموا منظمين ويرحموا الدين، أنا مو قانونية وإن شاء الله لاباس، واحد يخدم منظم مع الديوان ومع الشرطة وهم استقبلونا استقبال باين ويرحموا الدين منكم، وأنا أول مرة نجي، والله نطمعن ونرتاح من التسهيل، من اللي مرتاح نفسيا، يعني ماشي مطمعن يعني رغم أن معايا بنتي ومرتي وماشي مطمعن أنا. ما يحكيوا على الشعب تاعها باهي وحكمها باهي. راهي الجزائر راهي تبو. عسلامة، أنا مروة قرب من جمال، أول مرة نجي للجزائر والمعاملة في الديوانة حاجة طيارة على الآخر، وإن شاء الله ربي يعينكم وإحنا الجزائر وتونس خوات. اليوم الجزائر راهي في تبسة، عجبتني والديوان الجزائريين باهيين معانا وأسلوبهم باهي وربي يحفظهم ويخليهم يا رب. السلام عليكم، نحييكم من حدود بوشبكة. نحن الآن في خصوص التصريف بخصوص نهاية رأس العام، وكذلك هناك تواجد عدد كبير من المواطنين، كما أن هناك تسهيلات جديدة.